ازيكم يا دكاترة، معاكم زميلتكم ميرنا بدوي من الفرقة الرابعة كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، والنهاردة هنبدأ سوا أول سيكشن من سكاشن البطنة، وهو السيكشن الشيت، يعني ازاي اخد شيت لما اتعامل مع بيشنت. عايزين بس نبدأ الأول بالصورة اللطيفة دي. هي بتقول ان ربنا شايفك وانت بتحاول وبتعمل اللي عليك، واكيد هيرضيك في يوم من الأيام باللي انت عايزه وبتتمناه، بس ما تبطلش محاولة، يعني دايما حاول وخلي عندك طموح، ولو وقعنا مرة نقدر نقوم ونكمل، وما نخليش نخلي الوقعات دي يعني زي ايه، زي دافع ان تخلينا نرجع اقوى من الاول، مش ان احنا نبطل بقى عشان وقعنا وكده. والوقعات دي بتحصل لأي حد بيحاول، فاعرف ان مع كل وقعة بتقعها هتقوم فيها أقوى من الأول. هنبدأ النهاردة ونعرف إزاي هناخد شيت من العيان. أنا أول حاجة ما بدخل على العيان ما جيش أقول له أنت عندك إيه، يقول لي ده أنا مثلا عندي وجع في ركبتي يا دكتورة وخلاص كده، أقول له آه طب ماشي يلا نبدأ جلسات. طب دلوقتي أنا لا عرفته هو مين، ولا عملت له اكزامينيشن، ولا عرفت ايه طبيعة البين اللي عنده، ولا في ديسيز معين اداله كده، ولا هو كان عنده مثلا كان عامل عملية، كان عامل حاجة، معرفتش اي حاجة. طيب انا كده لازم اخد شيت، لازم اعرف مين البيشنت ده، انت مين، اسمك ايه، ايه شكوتك، الباست هيستوري بتاعك، عملت سيرجري قبل كده، البين اللي عندك شكله ايه، بيجي امتى، بيروح امتى، في حاجات معينة بتزود البين، في حاجات معينة بتقلل البين، في حد مثلا في الفاميلي بتاعتك عنده ديسيز معين، فكل ده لازم انا اعرفه علشان اوبتين يعني اوبتين انفورميشنز، يعني يبقى عندي انفورميشنز علشان اعرف اوصل لدياجنوز الصح، لاني انا مش هعرف اوصل لدياجنوز الصح غير لما اعمل غير لما يعني يكون عندي انفورميشن كافيه. تمام، يعني لما البيشنت يدخل عليا هيبقى معايا ورقه، الورقه دي فيها ابدا ان انا اخد معلومات عنه عن البيشنت، واجيب اكيوريت هيستوري عنه، فبالتالي اوصل لدياجنوز الصح، وده المطلوب ان انا لما اوصل لدياجنوز الصح اعرف ان انا ابدا التريتمنت معاه. تمام، الشيت بيتقسم جزئين. تمام، اول جزء الهيستوري وتاني جزء الاكزامينيشن. يعني اول جزء الهيستوري يعني انا بعرف ايه عن المريض، بعرف منه البيرسونال هيستوري، يعني معلومات عنه زي ايه، زي اسمك ايه مثلا، هل هو ميل ولا فيميل، سنه، الادرس بتاعه، العنوان بتاعه، لان في بعض الامراض متعلقه بالادرس، في بعض الامراض مثلا متعلقه بالكونتري لايف يعني بالريف، امراض معينه بتيجي بسبب العيشه في الريف، وفي امراض بتيجي بسبب الاندستري وكده والصناعه، لان في مثلا بولوشن، في تلوث، ففي بعض الديسيز بتيجي من الاماكن دي، فانا لازم اعرف الادرس بتاعه هو منين. كمان بعرف هل هو في هابتس معينه بيعملها، زي مثلا هل هو سموكر، هل هو مثلا بيشرب الكحول، بيشرب كحولات مثلا، لازم ابقى عارفه كل ده عن البيشنت. ده كلهم اسمهم البيرسونال هيستوري. تاني حاجه الشيف هيستوري، سوري الشيف كومبلين. يعني ايه الشيف كومبلين؟ يعني كومبلين يعني شكوى، والشيف يعني رئيس، يبقى الشكوى الرئيسيه. يعني ايه؟ يعني انت جيت لي هنا ليه؟ هيقول لك مثلا انا عندي شيست بين، انا عندي الم في الشيست مثلا، هيقول لك ده انا عندي كف، عندي هيموبسيس، عندي كحه بدم مثلا، فدي الشيف كومبلين اللي هو سبب مجيئه للمستشفى او سبب مجيئه ليك، دي الشيف كومبلين. تمام، بعد كده الباست هيستوري. ايه هو الباست هيستوري؟ يعني الباست يعني الماضي، يعني ايه اللي حصل، يعني انت مثلا هل عندك مثلا عملت قبل كده سيرجري معينه، عملت قبل كده مثلا عمليه معينه مثلا في الشيست، عملت مثلا عملية مثلا أي حاجة، هل عندك مثلا باست هيستوري اوف ميديكيشن معينة، كنت بتاخد مثلا ميديكيشن معينة، أدوية، كان عندك مثلا مرض معين وخفيت منه،
دي هي الباست هيستوري. بعد كده البريزنت هيستوري. ايه هو البريزنت هيستوري؟ البريزنت هيستوري يعني الهيستوري اوف ذا ديسيز، يعني قصه المرض بتاعك. هل مثلا انت جاي لي بين، البين ده جالك امتى وبيستمر قد ايه، وفي حاجات معينه بتزوده. فانا البريزنت هيستوري يعني بالظبط كده جمله ستوري اوف ذا ديسيز، قصه المرض او قصه الشكوى اللي هو جاي لي بيها. اخر حاجه الفاميلي هيستوري يعني عيلتك، عيلتك كان عندها مثلا هيستوري اوف ديسيز معين، هو يعني هيريديتي، ممكن يتنقل بالوراثه او بيجي لك بالوراثه. فانا لازم ابقى عارف الفاميلي هيستوري، هل حد في عيلتك بيشتكي من نفس اللي انت بتشتكي منه ده ولا لا. كده بعد ما باخد الهيستوري من العيان، ببقى كده يعني الى حد ما بقى عندي معلومات كافيه عن البيشنت ده وعن طبيعه الشكوى اللي هو جاي لي يشتكي بيها. بعد كده انا مش هسكت لحد هنا واقول له خلاص انت عندك كذا كذا، لا، ببدا ان انا اشتغل بايدي واعمل اكزامينيشن. الاكزامينيشن يعني ايه؟ يعني اكزامينيشن يعني فحص، يعني هبدا ان انا افحصه، هبص عليه بشكل جنرال وبشكل لوكال. بشكل جنرال يعني على جسمه كله، من الهيد تو تو لحد التو، من راسه لحد صباع رجله، من راسه لحد رجله. لازم ابقى عارفه مثلا هو الكلر بتاعه ماله، هو مثلا هو كوماتوز ده، مثلا هو عيان، مثلا لو انا مثلا في اي سي يو داخله على عيان اي سي يو مثلا، هل هو يعني صاحي ولا كوماتوز ده مثلا، ولا هو في غيبوبه مثلا. لازم ابقى عارفه والبودي بيلت بتاعه، هل هو مثلا جسمه كويس ولا لا. كمان هبص عليه بشكل لوكال، هبدا ان انا ابص على لوكال، يعني مثلا ابص على عينه، اعمل اوبزرفيشن لعينه، هل مثلا عينه بيضه بيلور كده، بيلور شاحبه يعني ومصفره مثلا، يبقى عنده انيميا مثلا، ولا مثلا تحت لسانه مثلا ممكن يبقى ازرق، يبقى عنده ساينوزس مثلا. ابص مثلا، او ممكن اعمل اوسكالتيشن بالسماعه بتاعتي على الشيست بتاعه، واسمع مثلا هل في كريبيتيشنز، هل في مثلا اي اصوات يعني صوت خروشه مثلا او كده. فده انا بعمل اكزامينيشن عشان برضو بعد الهيستوري والاكزامينيشن اوصل للدايجنوزس الصحيح. دلوقتي هنبدأ نعرف حاجة حاجة من الهيستوري، ونبدأ يعني ايه نفسرها يعني بايه، بشيء من التفصيل. يعني انا دلوقتي يعني قلت لكم الفكرة العامة عنه، عشان لما نيجي نقول مثلا البيرسونال هيستوري هنعرف ان ليه بناخد نيم، بناخد الايدج، بناخد السكس اللي هو مثلا هو ميل ولا فيميل. هنبدأ نشرح كل واحدة بشيء من التفصيل، تمام؟ دلوقتي هنعرف قبل ما ندخل، طبعا احنا بناخد دلوقتي هنكمل السلايد اللي بعدها ونشوف السيمتوماتولوجي اوف شيست، يعني الاعراض بتاعه الشيست، الاعراض لو البيشنت جالي بيها اعرف ان هو مريض شيست. اول حاجه كف، كحه طبيعي، اكسبكتوريشنز زي البلغم او السبيوت اللي هو السبيوتم يعني اللي بيخرج من العيان، دي اسمها اكسبكتوريشنز. وكمان هيموبسيس، هيموبسيس يعني كحه بدم. ده لو جالي الاعراض دي اعرف ان هي سيمتوماتولوجي اوف شيست. بعدها شيست بين، لو العيان جالي بشيست بين اعرف ان ده مريض شيست. ديزنيا، مش قادر ياخد نفسه، عنده ضيق تنفس، صعوبه في التنفس، هي الديزنيا. بعد كده ساينوزس، الاقي صوابعه مزرقه، يعني ساينوزس يعني ازرقاق، يعني مزرقه، الاقي مثلا صوابعه مزرقه، تحت لسانه مزرق، دي ساينوزس. دي ساينوزس اصلا بتيجي بسبب ايه؟ بسبب نقص الاكسجين في الدم. بعد كده كلوبينج فينجر، المفروض ان انا لما اجي احط الاندكس بتاعي على يعني النيل بتاع الاندكس بتاع الايد اليمين على النيل بتاع الاندكس بتاع الايد الشمال باك تو باك، هلاقي ان في جاب ظهرت لي شكل دايموند شيب كده، شبه الدايموند شيب، في يعني جاب كده ما بين الصباعين. المفروض كده دي نورمال، انما لو عملت الشامروس تيست، شامروس ويندو تيست، ولقيت ان الجاب دي مش موجوده والصباعين مقفولين على بعض وما فيش الجاب دي، اعرف ان دي كلوبينج فينجر. وكلوبينج فينجر ده سيمتوماتولوجي اوف شيست. كلوبينج فينجر
طب هي اصلا ايه سببها؟ ما سببها برضو هو نقص الاكسجين في الدم، لان لما بينقص الاكسجين في الدم بتبدا ان البلاد كابيلاريز تزيد في البرميابيليتي بتاعتها، فتبدا ان هي يعني ايه تزود البرميابيليتي، فايه فيحصل زي ان هي تتنفخ كده او تتورم المكان اللي فيه الفينجرز، فلما بنحط النيل على النيل باك تو باك كده ما بيظهرليش الويندو ده او الجاب المكان الفاضي ده، فاعرف ان دي كلابنج فينجر ودي سيمتوماتولوجي اوف شيست، وبعد كده اديما وفي توكسيك سيمتومز ودي اعراض من اعراض الشيست. احنا اتفقنا ان احنا هنبدا بالهيستوري اللي هو عباره على بيرسونال هيستوري، شيف كومبلين، باست هيستوري، بريزنت هيستوري، فاميلي هيستوري. اول حاجه هنبدا بيها هي البيرسونال هيستوري، يعني زي ما اتفقنا ايه هو البيرسونال هيستوري، يعني المعلومات الشخصيه اللي باخدها من العيان. اول حاجه النيم بتاعه اسمه، انا ليه باخد الاسم فور دوكيومنتيشن عشان اوثق واكتب اسمه، وتاني حاجه تو بي فاميليار ويز البيشنت، يعني ان انا يبقى اعرف اكلم البيشنت. اكيد مش هعرف اكلمه وانا مش عارفه اسمه، لازم ان انا ابقى عارفه اسم البيشنت عشان ابقى فاميليار معاه، يعني يبقى مألوف عليا، وكمان اعرف ان انا اشرح له بقى مثلا خطه العلاج وابقى يعني ايه فاميليار معاه، يعني ايه انتوا فاهمين، ابقى فاميليار ما اعرف اكلمه. يعني تاني حاجه الايدج، في some diseases may appear at certain ages، يعني نبقى لازم اسجل سن الشخص. مثلا جالي شخص مثلا 30 سنة، ده طبعا ميدل ايج، جالي مثلا واحد 60 سنة، طب 60 سنة ده ايه؟ ده شخص إلدر. وممكن بطفل صغير children، لان في بعض الامراض متعلقة بالchildren زي التي بي tuberculosis وزي السيستيك فايبروزس وزي النمونيا. السيستيك فايبروزس ده السيستيك فايبروزيس ده عبارة عن يعني هو مرض وراثي، بيبقى مثلا بيبقى هو فيه يعني ايه زي ديفكتيف جين كده في الجسم، فبيخلي اللونج او في او الاير واي يطلع كده سيك ميوكس، زي ما يكون بيعمل بلوكج كده للاير واي، ده السيستيك فايبروزس. وطبعا ده مرض قلنا ايه هيريديتي. انا طبعا بعرفكم المرض هو مش عليكم وعليكم اسما، بس انا بفهمكم ايه هو السيستيك فايبروزس. ده بيبقى شائع في التشيلدرن، واخر مرض في التشيلدرن بيبقى شائع فيه هو النيمونيا. النيمونيا ده عباره عن ايه بقى؟ النيمونيا ده اصلا بالعربي يعني التهاب رئوي، يعني زي ايه زي انفكشن في اللنج كده، يعني بدل الالفيولاي ما يكون فيها اير بيكون فيها بص، يعني انفكشن، يعني هي دي النيمونيا. يبقى للشيلدرن في ثلاث ديزيزز فيهم متعلقين بالشيلدرن، تي بي، سيستيك فايبروزيس، نيمونيا. تاني حاجه الميدل ايج، ايه الامراض المتعلقه بالميدل ايج؟ هو السي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، يا من اسمها كرونيك اوبستراكتيف، هي يعني مجموعه من الامراض بيبقى في مشكله ان اللنج المفروض لما اللنج يعني تتملي بالهواء واجي اعمل اكسهاليشن اخرج الهواء المفروض بيحصل ريكويل، يعني زي مثلا ما تشد استك كده والاستك يرجع ايه يرجع لحجمه الطبيعي تاني، هي بقى اللنج ما بتبقاش عارفه ان هي ترجع وتعمل ريكويل تاني، فبيبدا ان يحصل بقى زي اير ترابنج ويفضل اير جوه اللنج ما يخرجش، فيبدا ان الشيست يبقى شكله بارل شيست اللي هو شبه البرميل يعني. فهو هي مجموعه امراض، يعني السي او دي مش مرض واحد، هي زي الانفيزيما والكرونيك برونكايتس. يعني المهم يعني اعرفوا كده كده انتوا لسه هتدرسوها طبعا في الترم ده بشيء، يعني مش بشيء من التفصيل، لا ده انتوا هتدرسوها بالتفصيل جدا في ماده ميديسن وماده بي تي. تمام، يبقى عرفنا الميدل ايدج ايه المرض اللي هو فيه، اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، ده المرض اللي هو بيجي شائع اكتر في الميدل ايدج. وطبعا الالدرلي بتبقى طبعا شائع فيهم هو الكارسينوما اللي هي الكانسر، يعني اللي هي زي الايه الورم الاورام يعني اللي بتبقى كانسر.
تمام كده عرفنا ان الديزيزز، كده عرفنا الديزيزز اللي متعلقه بالايه، بالايجز المعينه. تاني حاجه السكس، السكس هل هي اللي جايه لي دي فيميل ولا ميل؟ في امراض متعلقه بالفيميل وفي اعراض متعلقه بالميلز. الامراض يعني مش معنى ان اقول امراض متعلقه بالفيميلز يعني ما بتجيش غير في ميلز، لا هي بتيجي لكل الناس بس شائعه اكتر في الفيميلز، زي البرونكيال ازمه والبرونكيال ادينوما. والميلز بيبقى شائع فيهم الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز والبرونكوجينيك كارسينوما، وطبعا عرفنا الكارسينوما. بعد كده الجوب بيقول لك certain occupation may expose the patient to a certain diseases، بنسمى occupational lung diseases، يعني diseases بتيجي في lung بسبب occupation، أو occupation اللي هي المهنة يعني. زي النيموكنوزس، دي مجموعة من الديزيزز، النيموكنوزس دي مجموعة من الديزيزز بتيجي للشخص بسبب الانهاليشن للداستس بقى والان اورجانيك ماتيريالز وحاجات كده مش صحية طبعا، اللي هي بتبقى نتاج المصانع، فبتعمل لي مرض اسمه نيموكنوزس. تمام، وطبعا هتأدي لي في الاخر للونج فايبروزس اند برونكوجينيك كارسينوما. لونج فايبروزس دي يعني التشو اللي في اللونج يبقى زي سكارد كده ويبقى في ستيفنس، فطبعا ده طبعا مشكله كبيره في اللونج، يعني ده بسبب كل ده بسبب الايه، بسبب الانهاليشن of inorganic insoluble dusts، زي مثلا الجلاس وركر سيليكوزس، مادة السيليكا اللي بتبقى مثلا في الساند والكوارتز اللي هي بنستخدمهم في صناعة الجلاس. العمال بتوع المصانع الإزاز دول بيجيلهم حاجة اسمها سيليكوزس، يعني inhalation of silica، يعني مادة السيليكا دي بيحصلها inhalation لللنج بتاعتهم، فبيحصل لهم مرض اسمه في اللنج اسمه سيليكوزس. بعد كده الادرس، ليه انا قلت لكم احنا بناخد الادرس منه علشان نعرف هو عايش فين وايه الامراض المتعلقه بالمنطقه اللي هو عايش فيها. فبيقول لك الادرس ريفلكت سوشيو ايكونوميك ستاتوس، يعني الحاله اللي هي الايه الاجتماعيه الماديه، يعني الحقيقة يعني هو برضو حالته ايه يعني. فمثلا لو اوفر كراودد اريا، يعني منطقه بتبقى زحام جامد، ممكن يجي له تي بي، بتبقى التي بي شائعه في المناطق اللي هي اوفر كراودد، لان بيحصل يعني هو انفكشن وممكن يعدي ناس كتير. ولو اندستريال سيتيز مثلا، مناطق يعني مناطق صناعيه، بيحصل لهم فايبروزس. ما احنا لسه قايلين اهو ده المصانع بتجيب لي نيموكنوزس وبتعمل لي لانج فايبروزس، فالفايبروز الشائع جدا في الاندستريال اريا. والكونتري طبعا لو واحد جاي من الريف هيبقى عنده ايه، هيبقى عنده مال نيوتريشن، يعني سوء تغذية، وممكن يجيله طبعا انفكشن، طبعا ده الانفكشن عالية جدا طبعا عندنا في الأرياف وكده. تمام، فأنا عشان كده باخد منه الأدرس عشان أعرف الحاجات دي. بعد كده بعد ما باخد الأدرس بعرف منه الماريتال ستيتوس، حالته اسمها الحالة الماريتال، دي حالة الاجتماعية تقريبا، اسمها الاجتماعية بالعربي، اللي هو هل هو سنجل ولا مارد، ولو مارد بعرف هو ايه عنده كام تشايلد، يعني عدد الشيلدرن بتاعته كام، مثلا عنده كام ابن. تمام، بعد كده لو وومن بالذات، الوومن طبعا بس بعرف منها المنستريال هيستوري، اللي هي طبعا ايه البيريود بتاعتها، هل هي منتظمه ولا لا، وهل هي مثلا بتاخد كونتراسيبتيف بيلز، كونتراسيبتيف بيلز دي اللي هي حبوب منع الحمل، طبعا بيبقى لها سايد افكتس، يعني هي مثلا بترفع الضغط، بتعمل هايبرتنشن، ممكن تجيب لي دي في تي، دي فينس ثرومبوزس، ممكن تعمل لي اسيرو سكلروزس، دي طبعا سايد افكت للكونتراسيبتيف بيلز. عشان كده لو وومن وبتاخد كونتراسيبتيف بيلز لازم في الشيت اكتب ان هي بتاخد الكلام ده كله، علشان في خطه العلاج اعرف ان هي ممكن يكون عندها اصلا هايبرتنشن بسبب الكونتراسيبتيف بيلز. اوكي، بعد كده قلت لكم برضو في البيرسونال هيستوري هناخد الهابتس، هل هو سموكر ولا نون سموكر، وهل هو طب لو عرفنا ان هو بيدخن، هل هو بيدخن سيجارتس سجاير ولا ووتر بايب زي الشيشه والحاجات دي، ولا والبايب اللي هي اللي
اللي بيشفطوها دي الله اعلم بتبقى عامله ازاي. اول حاجه السيجاريت، طبعا لو واحد بيشرب سجاير وبيدخن بيبقى عرضه لسي او بي دي اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز وبرونكوجينيك كارسينوما. طبعا احنا معرضين اللي هم الناس اللي بيشربوا سجاير طبعا معرضين لكانسر وكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز زي البرون زي الكرونيك برونكايتس، لان الكرونيك برونكايتس واحده من السي او بي دي. طبعا كرونيك برونكايتس دي شائعه جدا جدا، يعني 90% من السموكرز تقريبا بيبقى عندهم كرونيك برونكايتس، او 90% من اسباب الكرونيك برونكايتس هو السموكينج. 90% من اسباب الكرونيك برونكايتس هو السموكينج، تمام. وطبعا لو ووتر بايب اللي هي الشيشه دي ممكن تعمل انفكشن. انا باخد يعني الناس بياخدوها من بق البق و... ده يا عم ده انفكشن وبلاوي سودا. بعد كده البايب اللي هي تقريبا هي الصوره دي اللي هي دي بايب، لان لما بحثت تقريبا جات لي الصوره دي برضو اللي هي البايب. دي طبعا بتدخل بسخونيه جامده جدا على الاورال كافيتي، فالهيت الزياده في الاورال كافيتي دي ممكن تعملي كانسر في الليبس اند تونج، تمام. طيب انا دلوقتي لو واحد جالي وقال لي ان هو سموكر، انا عايز اعرف منه حاجه اسمها سموكينج اندكس، يعني مؤشر يعرفني هل الشخص ده مايلد سموكر ولا مودريت سموكر ولا هيفي سموكر. هعمل ايه؟ هعرف هو بيشرب كام سيجارة في اليوم، هاخد منه النمبر اوف سيجارت بير داي. هيقول لي صدقيني يا دكتورة انا بشرب 20 سيجارة في اليوم، يعني علبة سجاير 20 سيجارة. طيب يا عم انت بقال حضرتك بقالك كام سنة بيدخن؟ هقول لي مثلا بقالي 20 سنة بدخن، هقوم ضربين 20 اللي هو النمبر اوف سيجارت بير داي في نمبر اوف ييرز بقاله 20 سنة، هيطلع لي 400. ده معناه هروح هنا من 100 ل 200 مايلد، من 200 ل 400 مودريت، اكتر من 400 هيبقى هيفي. هقول له يا عمو ده انت ايه، ده انت حضرتك مودريت سموكر، اوكي. طيب لو قال لي مثلا انا بشرب اكتر من علبتين او مثلا بشرب علبتين في اليوم، يا خرابي، يعني بيشرب 40 سيجاره وبقاله 20 سنه، حط الصفرين 2 في 4 8، يا خرابي ده معناه ان هو هيفي سموكر، اوكي. يبقى ده عرفنا السموكينج اندكس، ومؤشر بعرف منه هل الشخص ده مايلد سموكر ولا مودريت سموكر ولا هيفي سموكر. بعمل ايه؟ بضرب النمبر اوف سيجارتس بير داي في نمبر اوف ييرز. كده خلصنا البيرسونال هيستوري، تمام. هنراجعها على السريع، بس باخد النيم والايدج والسكس والجوب والادرس اللي هو العنوان والماريتال ستيتوس حالته الاجتماعيه، وطبعا لو وومن باخد منها من السترول هيستوري وهل هي بتاخد كونتراسبتيف بيلز ولا لا، وطبعا بعرف الهابتس السموكر ولا لا، وطبعا لو في الكول او بيشرب حاجات من دي برضو بكتبها، اوكي. بعد كده ما خلصنا البيرسونال هيستوري هندخل على الشيف كومبلين. ايه هي الشيف كومبلين؟ قلنا هي الشكوى الرئيسيه دي، cause of admission to hospital، انت ليه جاي المستشفى. طبعا بتكتب بشكل brief and concise. concise يعني ايه؟ يعني مختصر، يعني انا وبكتبها ايه؟ بكتبها زي ما البيشنت بيقولها، وبavoiding medical terms. يعني لما باجي في خانة الشيف كومبلين هيقولي مثلا يا دكتور انا جاي لي بوجع في ركبتي، وجع في الشيست، هكتب شيست بين او بين ان شيست، هكتب مثلا بين ان ابدومين، وجع في بطنه مثلا لو جاي مثلا فبتكتب بزي ما البيشنت بيطلعها من بقه بالظبط انا بكتبها، وطبعا بافويد الميديكال تيرمز. مش لازم يعني اكتب اللي هو ايه، ما بكتبش فيها طبعا اللي هو ده جاي لي مثلا بكوليك ومغص لا مش لازم اكتب الميديكال تيرمز، لا بكتب من غير ميديكال تيرمز وبشكل مختصر هو ليه بس جالي او سبب مجيئه الى المستشفى. ده الشيف كومبلين. بعد الشيف كومبلين ناخد الباست هيستوري. طبعا قلت لكم الباست هيستوري يعني تاريخ يعني الماضي بتاعه، يعني هل هو مثلا كان عنده إلنس وخف منه وما بقاش ياخد الدواء خلاص مثلا بقاله سنه، ايه مثلا المرض ده؟ هل هو مثلا لو شخص جالي بتي بي اساله مثلا انت كان عندك فيفر قبل كده، جالك فيفر قبل كده؟ طيب انت جيت مثلا للشيست هوسبيتال ادميشن، هل انت جيت مثلا لقسم الصدر في المستشفى قبل كده؟ طبعا بعرف الايه الباست هيستوري بتاعه، تمام. بعد كده الفاميلي هيستوري، اساله في سيميلر كونديشن زي اللي عندك دي في الفاميلي بتاعتك، اكتر مرض ديسيز في الشيست بيبقى
شائع في الفاميليز، يعني ممكن الام تديه لبنتها وهكذا، هو البرونكيا الازمه. ايه هي اصلا البرونكيا الازمه؟ البرونكيا الازمه دي اللي هو الربو يا ولاد، الربو الشعبي مشهور جدا اصلا، ناس كتير قوي بيبقى عندهم البرونكيا الازمه. هي بتبقى زي ايبوزيتس، ايبوزيتس يعني زي ايه، زي يعني اوقات كده بيجي لهم فيها اكيوت، اكيوت ديزنيا اللي هو شورتنس اوف ذا بريس، يعني بيبقى نفسهم كده يتقطع وتلاقيهم بيكحوا، وفي هويزنج كده يعني في تزييق في الصدر بتاعهم، وبسمع خروشه وكحه ومش قادرين ياخدوا نفسهم، ده اسمه ربو. طبعا بيجي بسبب مثلا ان بيبقى مثلا لو عدى مثلا شم مثلا حبوب لقاح مثلا بولينز، انيمال فير مثلا شعر حيوانات، اي مثلا حاجات من دي بتعمل تريجر للازمه. فالديسيز اللي هي بترون ان فاميليز هو البرونكيال، فور اكزامبل يعني البرونكيال الازمه. طبعا في تاني بس اشهر حاجه بتبقى وراثيه هي البرونكيال الازمه. تمام، كده عرفنا الفاميلي هيستوري. بعد كده عندنا البريزنت هيستوري اللي هو زي ما قلنا هو الستوري اوف ديسيز، ده في بقى بحكي قصة المرض كلها، وفي بستخدم ميديكال تيرمز. امال ايه اللي ما كناش بنستخدم فيه الميديكال تيرمز؟ هي الشيف كومبلين. اما البريزنت هيستوري اللي هي الستوري اوف ديسيز لا، بستخدم فيها ميديكال تيرمز عادي. بسأله بقى احكي لي بقى قصة المرض، هو بدأ امتى وازاي، وشكل البين وقوي السيفيريتي بتاع البين عاملة ازاي، وهل بتحس البين في مكان تاني. بصوا بنسأل عن كل حاجة. اول حاجة بسأل عنها هي الانست، بيجي ازاي، صادم مرة واحدة ولا جراديوال ولا ستيشنري ثابت، والكاركتر اوف بين، شكل البين عامل ازاي، هل هو ستابنج بين، شوتينج بين، ثروبنج بين، شارب بين، كولكي بين، دي كلها كاركترستيك اوف بين. في سيفيريتي اوف بين زي المقياس اللي هو عندنا في الصوره ده، هل هو البين خفيف اتحمله ولا يعني متوسط ولا لا شديد قوي عليا، دي سيفيريتي اوف بين. بعد كده سايت اوف بين يعني مكان الالم فين. بعدها راديشن، راديشن يعني هل الالم بحس بيه في مكان تاني، زي يعني مثلا لو عندي مثلا كاردياك بين، الوجع بتاع القلب بيتحس في الايد الشمال، ارم الليفت ارم والسكابولا والليفت شولدر، فده اسمه راديشن اللي هو البين بحسه في مكان تاني. هل في اكسكريبيتنج فاكتورز، يعني هل في عوامل بتزود الالم ده وعوامل بتعمل له ريليف، زي مثلا يقول لك ايه يا دكتور انا بحس بشست بين لما اجي مثلا اجري او اطلع السلم او اعمل مجهود، بس لما اجي اريح مثلا واخد دواء ميديكيشن معين لا بلاقي الالم كله راح، يبقى ده ريليفنج. يبقى كده عرفت الاكسكريبيتنج فاكتور والريليفنج فاكتور. بعد كده بعرف الكورس اوف ديسيز، هل هو كان بروجريسيف معاك ولا ريجريسيف، يعني هو بدا شديد بعد كده خف ولا كان بادئ خفيف بعد كده زاد. والديوريشن اوف ديسيز، الديسيز ده عندك من امتى، بقاله دايز ولا مانسز ولا بقاله سنين معاك المرض ده. وكمان حالة الديسيز، هل هو بيجي بشكل ستيشنري لا بيزيد ولا بيقل، ولا بيجي في هيئة اتاك ولا باروكزيزمال. باروكزيزمال على فكرة زي اتاك بس بتبقى اتاك شديدة. فهل حالة الديسيز او البين بيجي لك ازاي، بيجي لك بشكل اتاك ولا باروكزيزمال برضو اتاكس شديدة قوي، ولا ستيشنري لا عادي بيجي كده لا بيزيد ولا ثابت، ولا هو ثابت معاك يعني لا بيزيد ولا بيقل. كده عرفنا البريزنت هيستوري. اخر حاجه طبعا بعد ما اخدت الهيستوري ابدا ان انا اعمل اكزامينيشن، وقلنا الاكزامينيشن في منه جنرال ولوكال. قلنا جنرال ببص على الجسم كعام خالص، اول حاجه عندي فيها هي المينتال ستيت. مينتال ستيت ببص على حالته النيورولوجيكال اند سايكولوجيكال ستيت بتاعته، هل هو اوير، بيكلمني ازاي، هل هو تحسه ان هو شارب حاجه، كلامه مش مظبوط، موده، البيهيفير بتاعه، سلوكه، وزنه، طوله، هي دي كلها منتال ستيت، حالته كلها على بعضها. تاني حاجه ببص عليها هي اللي هي الديكيوبيتس. ايه هي الديكيوبيتس؟ الديكيوبيتس دي
هي البوزيشن اللي البيشنت بياخده علشان يريحه. يعني في بيشنت بيبقى بياخد بوزيشن معين لان البوزيشن ده بيريحه. يعني مثلا لو واحد عنده مثلا ازمه، هتلاقيه ان هو بيلين فورورد، يعني بيميل لقدام، لان ده بيعمل ريليف للسيمتومز بتاعته. عشان كده ده اسمه الديكيوبيتس، تحس ان هو جاي. يعني مثلا لو جيت لقيت واحد ماسك جنبه وميل ناحيته كده، ما هو ده عشان عنده وجع. دي اسمها ديكيوبيتس، شكل البوزيشن بتاعه. بعد كده البودي بيلت بقى، اللي هو هل هو اوفر ويت ولا اندر ويت وخاسس، لان غالبا السي او بي دي اللي على الناس اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز بيبقى الويت عندهم قليل. وبرده فروم هيد تو تو ابدا ابص على عينه ولونها ولسانه وتحت لسانه، وابص على لون الفينجرز ولون الفيس بتاعه، هل هو بيل عنده انيميا ولا عنده ساينوزس، عنده مشكله شيست او كاردياك، ابص على ايديما، ابص على مثلا ايه تاني فروم هيد تو تو، اي حاجه بقى فروم هيد تو تو، يعني حاجات جنرال. بعد كده بقى حاجات لوكال. بقى اللوكال عندي اربع حاجات مهمين في اللوكال، هي انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. اول حاجه انسبكشن بعيني اشوف، بعد كده بالبيشن احسس بايدي عن مكان، بيركشن اخبط واسمع الصوت، هل الصوت ده نورمال ولا مش نورمال، هل الصوت اللي في المكان ده طالع لي نورمال ريزونانس مثلا في اللنج ولا لا ده ضل وفيها مثلا حاجه فيها مشكله. عامه كل صوت بيدل على مشكله معينه، دي في البيركشن. بعد كده الاوسكالتيشن بالسماعه بتاعتي، واحطها على الشيست او على الهارت وابدا ان انا ايه اسمع بيها. طبعا ده كل ده لوكال، يعني اللوكال اربع حاجات: انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. تمام كده عرفنا الجنرال واللوكال اللي هي اكزامينيشن، ونبقى كده ثانك يو احنا خلصنا الشيت.